أوضح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أنه اقترح على الرئيس السيسي الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وأكد الرئيس البرازيلي سعي بلاده إلى إقامة علاقات تبادل تجاري متوازنة مع مصر، لافتا إلى اعتماد البرازيل على الدعم المصري لإعادة حوكمة النظام الدولي. البرازيل ملتزما ويعول على الدعم المصري لكي نقوم بتحقيق التغييرات الضرورية في مسألة الحوكمة الدولية يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يدرج بلدان أخرى ليحقق تمثيل في إفريقيا في جنوب أمريكا الجنوبية أن تكون هناك جيوسياسية جديدة في مجلس الأمن يجب أن النقض على حق الفيتو المستخدم من عدة بلدان ويجب على أعضاء الأمم المتحدة أن يكونوا أن يدافعوا على السلم وليس وليس تشجيع الحرب